السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبيبي بقلب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة ان شاء الله هنعمل معاكم الفراخ المحشية. معايا بصلة مقطعة، اي حاجة مش مشكلة تقطيع. معايا هو ده اسمه ايه؟ زعتر. زعتر. معايا كزبرة ناشفة. معايا توابل فراخ. معايا فلفل الوان. ولعت على الحلة فيها شوية زيت عشان اشوح فيها الحاجات دي على بعضها. حلوة قوي الصوت ده، بحبه قوي، عكس ما احط الحاجه والاقيها بارده. تمام كده، هجيب شويه ملح احط معلقه ملح شوية توابل اللحمة اهو، نص معلقة سكر. نبتدي نقلب. البصلة بس هتدبل شوية. تمام كده اهو، وانا مقطعه هنا كبده والقوانص عشان احطهم مع الرز. بس هشوح البصل شويه الاول. احط القوانص طبعا مغسوله غسيل جيد، والكبده كده، ونقلبهم مع بعض. ريحة طالعة جميلة جدا. مقطعة هنا طماطم، طماطمية كده مكعبات صغيرة، حطها رخرة. قلب. سيبهم ثواني مع بعض كده. اول ما الكبده تغير لونها هروح حاطه الرز. كده تبلنا شويه الحاجه مع بعضها وكله خد الطعم من بعضه، نحط الرز. انا حاطه شويه رز بزياده عشان احطهم تحت الفراخ. لو عايزه تحطي معلقه صلصه وبلاش الطماطمية المتقطعه دي، مفيش اي مشكله خالص، ممكن تحطيها كده. تمام. هجيب بقى شويه كاري كمان عشان يخلوا لون الرز. معلقه كاري حلوه قوي، تخلي لونه حلو والطعم. طبعا انا حاطه معلقه ملح من الاول بعد ما احط الميه السخنه للرز، لان هسويه نص تسويه او تلات ارباع تسويه كمان، عشان ما يبقاش الحشوه بتاعتك في الفراخ او ايا كان اللي بتحشيه ما يبقاش الحشوه نيه، لازم تبقى حلوه كده ومستويه، فلازم نديها تلات ارباع تسويه. انا عندي الميه سخنه، كده يا دوبك بس تبان من الرز الميه.
كمان شوية بعد ما قلبت كده، هحتاج كمان شوية بس كده. بس كده هسيبه بقى يستوي، نرجع لكم تاني عشان نحشي الفراخ. ادي الفراخ اللي هنحشيها، فرختين همت منضفين تمام التمام اهمت، هما صغيرين في السن. فتحنا الجلد هنا ودي هفتحها معاكم. تفتحي الجلده كده، طبعا الفراخ البلدي بتبقى جلدتها جامده شويه عن الفراخ البيضه، يعني افتحيها وانتي مش قلقانه خالص، ان شاء الله مش هتفتح مش هتتقطع يعني معاكي. اهي الحشوه اللي انا عاملاها دي هتنفع فراخ وتنفع حمام، تنفع سمان، تنفع اي حشو عايزه تحشيه. تمام اهو نضفه جميله ومغسوله كويس. دلوقتي هجيب الرز بقى اللي احنا سويناه 3 ارباع تسويه، مش نص تسويه لا 3 ارباع تسويه، عشان يبقى حلو معاك وما يبقاش ني في قلب الحشو. ادي الرز بصوا 3 ارباع تسويه، طبعا انا هسيب على قد الفراخ بس اهو، والباقي هنخليه في الحله يكمل تسويه عشان احطه تحت الفراخ بعد ما اسويه. دلوقتي هنحشي الفراخ مع بعض، هاخد كده بالمعلقه خليك هنا، هنحط كده في الفرخه بس ما نكبسهاش عشان تستوي كويس. تمام كده كفايه، بصوا اهي اهي، يعني تحس ان الحشوه محطوطه في فراغ جامد من بينها وبين الفرخه اهو. وهحط تحت الجلد كمان عشان يدي طعم حلو للفرخه، وعشان يبين ان هي كبيره كده معايا شويه، عشان الفراخ البلدي دي بتبقى ناشفه. بس في الطعم جميله ما شاء الله كده تمام، حلوه قوي كده. نحاول نقفل الفرخه بقى ونقفلها قفله كويسه اهو كده، واقفل التانيه ادخلها من تحت الرجل الاولانيه كده. تمام كده خلصنا الفرخه دي. ولازم وانتي بتحشي ما تحطيش الفراخ على الرز، لا خليها في طبق لوحدها زي ما انتي شايفه كده، عشان لو جه اي حاجه من الفرخه على الرز مش هينفع ان انتي تاكليه او تسويه لان الفرخه نيه. حطي هنا برضو هنا قدام شويه في الزور بتاع الفرخه كده من قدام، برضو يبين ان هي ايه منفوخة شوية. تمام وانتي بتنضفي الفرخة برضو تخلي بالك منها، تفتحيش الحتة اللي عند الزور دي قوي كده. خلاص الفرخة دي نحشي التانية كده كده. الرز ده لو عملتيه نفس العمايل او نفس الخطوات دي وتكمليه تسويه ويبقى وجبه غدا جميل جدا وطعمه حلو قوي قوي قوي. واللي عامل اللون الاصفر اللي فيه دوت الكاري اللي احنا حطيناه في الاخر، برضو الكاري بيدي طعم جميل وبيدي طعم حلو ولون غير الكركم. الكركم بيدي لون فقط لا غير، لكن الكاري بيدي لون وطعم وريحه كل حاجه كده. ده برضو خلاص كفاية قوي على الفرخة دي، واخرجها كويس من هنا تمام. والرجل التانية ادخلها كده تحت الاولانية، يبقى كده خلاص انا قفلت الفرخة. ونيجي بقى هنا دي
الحتة دي كده ولم كده، لمها على بعضها كده اهو. اول ما هحطها في الشوربة هتلم على طول وهتبقى كويس، مش هيحصل فيها اي حاجة كده. خلاص احنا حشيناهم اهو، ما شاء الله الله اكبر، حلوين جدا. هحطهم دلوقتي بقى، انا مولعة على حلة مية تغلي، هحط فيها ورق لوري، شوية فلفل اسود، شوية حبهان، وشوية ملح، لان الفراخ البلدي ما بتاخدش وقت في التسوية، بتستوي بسرعة. وهنحطها، واول ما المية تغلي عليها تهدي النار وتسيبيها تستوي على نار هادية، لان النار لما بتخلي المية تغلي كتير مع الفراخ البلدي او الحمام او الفراخ البيضة بتقطع الجلد بتاعها وبتهريها، تمام؟ فكده بتحافظ على جلدها وتحافظ على شكلها. كده المية بتغلي اهي، حطيت فيها الفلفل الاسود، ورقة اللوري كده كفاية، لصقة الفراخ، فرخة امسكها بالروحة كده انزلها كده، احاول اسندها بايدي شوية بس على ما تقفل، وادي الفرخة التانية بس كده تمام. حط شوية ملح كمان بالمرة، خليكي معايا. الملح، وهجيب لهم قالب مرقة، بحب اوي احط قالب مرقة معاهم وهما بيستوى، بيزود الطعم برضو، بيخلي المرقة بتاعتها جميلة كده، ونوع من انواع التوابل يعني في الفريخ كده. خلاص هغطي عليهم بقى دلوقتي، واول ما المرقة تغلي غليان جامد كده اروح مهدية النار. رز، ده رز تكتمي سكر دلوقتي، تكتمي سكر دلوقتي. اه احنا نتكلم براحتنا بقى، ارفعي سنة ايدك عشان تبقيش عاملة على الطبق كده كده. انت ناوية ان دي اللي تبانية؟ انا بقولش اقلبيها، تجيبي دي كده. اه
كده. استنى بقى نزوق.